كلنا شفنا قصة فستان الممثلة رانيا يوسف وتضامننا معها ضد حملة التنمر الكبيرة هي اللي استهدفتها. بس بعدين بعد كم يوم أنا شخصياً ندمت شوي أني تضامنت معها. شفتوها طلعت بلقاء وهي عم تكذب، اخترعت قصة بطانة لفستانها اللي هو أصلاً كله شفاف، لو كان في بطانة كنا شفناها. بعدين حملت كل المسؤولية وجزء كبير من المسؤولية لمصور مهرجان القاهرة اللي كان واقف وراها. بعد المقابلة طلعت شخصية تلفزيونية طالبت بمحاكمة المصور، لا أكثر ولا أقل، محاكمة لأنه شو راكع على رجليه وعم يصور بهدف نشر الفجور بالحرف الواحد. قالتها يعني أنا كمصور بدي أحكي بالموضوع، لازم أحكي بالموضوع. أول شيء المسؤولية على المصور، ليش هو اللي اختار الفستان ولا لبسه للسيدة رانيا يوسف، ولا هو طلب منها تمشي وتخالف التقاليد المصرية والعربية والقيم وكل هالحكي اللي سمعناه؟ لا بصراحة شيء مؤسف أنه نحمل المسؤولية للمصور. يعني مثل إذا واحد مثلاً مريض طلعت معه حرارة وبيحط كل اللوم على ميزان الحرارة، ما بيفكر بشو اللي يمكن أذاه ولا شو اللي وصله للحرارة. بعدين مذيعة أو مقدمة البرنامج اللي عم تحكي عن محاكمة وعن نشر الفجور، هلا هي عم تحكي عن شيء واضح تمام أنه ما بتفهم فيه أبداً. التصوير لغة وإبداع وإحساس وطبعاً مهنة. فأرجوكم بليز يعني إذا ممكن ما نحكي بشيء ما بنعرف فيه بلغة هي ما لغتنا. أنا ما بعرف أحكي بالصيني، ما بحكي بالصيني، وهي واحدة من مقاسينا، لأنه هي بتشوف أنه إذا ركع ونزل على ركبته ما بعرف شو معناها، بده يأذي الممثلة وبده ينشر الفجور. ما أجب بالها ولا لحظة أنه هو عم يفتش على زاوية أفضل ولا على صورة أجمل. المؤسف بصراحة بكل الموضوع أنه مهرجان القاهرة السينمائي كان يعني هو المسرح لهالحكاية، وصار فستان رانيا يوسف هو الحدث كله. بدل ما تكون الناس عم تحتفل بالسينما وتسأل عن مين اللي فاز وعن الأفلام اللي تم تكريمها. طبعاً هتقولوا لي هيك قصص بتصير بكتير مهرجانات مو بس بالقاهرة، أشهرهم مهرجان كان بجنوب فرنسا. يا ما صارت قصص فساتين وفضائح وتعري وحكت عنها الناس ساعات وأيام وأسابيع، لكن بيضل حديث الأفلام ومين ربح مثلاً السعفة الذهبية البالمادور هو الطاغي وهو الأهم، لأنه كل المهتمين رح يحكوا شوي عن الفستان بس بعدين بيرجعوا للأهم. الأهم هو السينما. هالأسبوع هذا اللي مضى بالقاهرة ما أحد اهتم بالسينما اللي هي فن وصناعة ورسالة حضارية. صار الفستان هو القضية، صار الفستان هو الرسالة، هو الموضوع، هو الكارثة، هو المتهم، هو المحكمة، هو الاعتذار، هو الكذب والظلم. يعني باختصار ختمنا مهرجان القاهرة بفيلم سيء للغاية.